بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة على موضوع المصاريف. طبعا المصاريف تصنف من الحسابات المدينة، وأسلفنا سابقا بأنه لا تستطيع الشركة ممارسة أعمالها ولا نشاطاتها إلا وأن تتكبد مجموعة من المصاريف المتعلقة باللي هو ممارسة العمل أو النشاط. هذه المصاريف متعددة ومتنوعة، تحدثنا سابقا هي عبارة عن مصاريف إيجار مخازن مثلا، أو مصاريف إيجار حتى المقر الشركة إن كنا مستأجرين استئجار، عندنا مصاريف الدعاية والإعلام، عندنا مصاريف الرواتب، عندنا مصاريف الكهرباء والمياه، عندنا مصاريف الهاتف، عندنا مصاريف التأمينات اللي هو تأمين ضد الحريق، تأمين ضد الحوادث، تأمين ضد خيانة الأمانة، عندنا مصاريف القرطاسية، حتى عندنا مصاريف الضيافة، عندنا مصاريف الصيانة والإصلاحات، والمصاريف متعددة وكثيرة. الآن القاعدة الأساسية أن المصاريف من الحسابات المدينة. نبدأ فقرة فقرة. تم تسديد إيجار المخازن، تم تسديد إيجار المخازن، تصنف مصاريف إيجار. مصاريف إيجار هنا صنفناه اللي هو إيه؟ مصاريف إيجار، مصاريف إيجار، جيد. وعندنا اللي هو الصندوق اللي هو سدد نقدا الصندوق. الآن مصاريف الإيجار مدين والصندوق، ده ببدأ ب مصاريف الإيجار، ببدأ مصاريف الإيجار، وطبعا احنا اتفقنا بنبدأ بالمدين ثم الصندوق دائن، واتفقنا ليش طب الصندوق دائن؟ لأنه المصاريف مدينة وهي 2000، هاي 2000. نيجي للفقرة اللي بعدها، عندنا تم تسديد رواتب الموظفين وهي مصاريف الرواتب، وعندنا نقدا اللي هو الصندوق. تعالوا مع بعض بناخذ مصاريف الرواتب ثم بعد ذلك نيجي للصندوق اللي هو دائن، والقيمة 5000 دينار. الآن تم تسديد فاتورة الكهرباء، تحدثنا فيها سابقا. فاتورة الكهرباء اللي هي مصاريف الكهرباء اللي هي أيضا مدينة، وعندنا الصندوق اللي هو دائن. طبعا أنا باخد مصاريف الكهرباء اللي هي مدينة، باخد مصاريف الكهرباء، لا خلينا ناخدها بسهولة، هاي مصاريف الكهرباء، وعندنا الصندوق اللي هو دائن. فقنا بنبدأ بالمدينة، عندنا 200 دينار، 200 دينار. أي فقرة مرتبطة بالمصاريف كل المطلوب مني أنه أصنف المصاريف مدينة، ثم بعد ذلك إيش بيكون الطرف الآخر بيكون دائن. طبعا إحنا في عندنا سداد المصاريف في حالتين فقط، إما نقدا أو بشيك. يعني ممكن أمثلة أخرى يقول لك تم تسديد فاتورة الكهرباء بموجب شيك، فبكون عندي مصاريف كهرباء، بكون عندي بنك، مصاريف الكهرباء مدينة والبنك هيكون دائن. موضوع المصاريف من أسهل أو من أبسط المواضيع، وهيك بنكون طبعا أنجزنا هذا الموضوع. أي فقرة مرتبطة بالمصاريف، المصاريف مدينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.